في التطوير العقاري وتكملة للخطة اللي احنا بدأناها من سنة، ازاي ندمج الاستثمار العقاري مع الاستثمار الرياضي. بعد النهارده افتتاح اشتراكات في نادي زاد الرياضي الجديد في التجمع الخامس، وهنبتدي كمان نركز على مشاريع مختلفة برضو بالدعم الأقاليم وبالدعم محافظات خارج القاهرة، وهننزل برضو بأخبار لذيذة في الحتة دي. من الناحية التانية برضو، من الناحية الأكاديمية أكتر والتعليمية، قاطعين شوط كبير قوي في جامعة رياضية في التجمع برضو، أعلنا عنها قبل كده وإن شاء الله ننزل بتفاصيلها قريب. ومن ناحية الشغل اللي اتعمل بصراحة من الفريق العمل اللي معانا ومجلس الإدارة والمجلس الفني والكباتن والإداريين كلهم، بجد بشكركم على المجهود اللي اتبذل في السنة اللي فاتت دي. يعني في وقت قياسي يعني عندنا نجاحات كبيرة وعندنا طموح أكبر وأكبر إن احنا نضيف للمنظومة الرياضية المتكاملة اللي احنا داخلين فيها في الاستثمار. وأهدافنا مش أهداف إن احنا المنافسة السطحية أو أهداف قصيرة، لا، احنا بنبص 10 و15 سنة لقدام زي ما كنا قلنا. وحابب إن أنا النهاردة أقول إن عندنا دلوقتي 10 فرق ناشئين في قطاع كرة القدم، كلهم متصدرين نتائجهم، وبجد فخور بال 250 لعيب أو أكتر من 250 لعيب، والمواهب اللي عندنا النهاردة كلها من أنحاء البلد كلها، ولسه عندنا أهداف كبيرة قوي في المناطق اللي ممكن محتاجة خدمات وبنية أساسية. وطبعاً شايفين الدور الكبير اللي لعبه أكاديمية دورتموند إن هي تساعدنا في العقلية وفي البنية الأساسية، ومعانا مكملين إن شاء الله شراكة طويلة المدى. وبرضو برحب معانا النهاردة الأستاذ سيف زاهر اللي بينضم وبيضيف للمجموعة اللي موجودة عندنا في مجلس الإدارة التنفيذي لشركة زاد للاستثمار الرياضي ولنادي زاد الرياضي في التجمع، وإن شاء الله برضو وإن شاء الله عندنا أخبار برضو سعيدة بنادي رياضي في 6 أكتوبر يكمل على المشاريع الموجودة هنا، هنبقى نعلن عنه قريب برضو وتفاصيله. واخيرا وليس اخيرا، حابب ارحب برضو باللاعبه وكابتن نور الشربيني، طبعا بطلة العالم وبطلة مصر للسكواش، تنضم لنا النهارده برضو في مجلس الاداره الفني لنادي زد. زي ما احنا قلنا، جميع فئات المجتمع من اهم اهدافنا، وبالذات ان احنا ندعم الرياضه النسائيه، وهنطلع برضو باخبار ومشاريع مهمه جدا في الحته دي. وبشكركم على وجودكم النهارده. ميرسي. لحظه واحده، في بعض الاسئله مطروحه من قبل الصحفيين، وهبدا معاك من محمد زاهر الشروق. ايه هي ابرز التحديات اللي بتواجه الاستثمار الرياضي؟ يعني في كلمه واحده، العقليه. طبعا العقليه ان احنا يا اما بنستعجل باهدافنا، يا اما بنبص تحت رجلينا بس من تحت كده، او الدخول في مجال بس مجرد المنافسه. احنا مش بنشتغل على فكره الناشئ، وده اللي واضح ان انتوا حابين تعملوه من خلال نادي زاد الرياضي. طيب السؤال الثاني من وائل ثاني روز اليوسف، ماذا عن الكوادر الوطنيه المؤهله لنجاح التجارب الاستثماريه محليا ومدى توفرها؟ يعني بصراحه هي الفكره ان في كوادر كتير قوي وفي مواهب كتير قوي، بس يا اما بتلاقي صعوبات ان هي تبان او توصل، الاساليب مش متاحه، برضو الفكر لازم يبقى يدرس للناس الحقيقه برضو اكاديميا في اتجاه الرياضه، وازاي ان انت تبقى رياضي متفوق، عندك اهداف، عندك اخلاق، عندك طموحات. فان احنا اهدافنا الاساسيه ان البنيه الاساسيه دي، ان هو لو واحد عنده موهبه يعرف يوصل الموهبه دي للناس، تشوفه، الناس تدعمه، ودعمه باشكال كثيره، مش بس فكره الماده، يعني دعمه معنويا طبعا دي مهمه جدا، وذهنيا، وان هو يعني يتعلم كويس، يتعلم حاجه. وزياده كمان ان احنا زي مثلا الجامعه الرياضيه عندنا
فكره ان احنا كمان ننمي الاداره الرياضيه نفسها، ازاي الواحد لما يجي يلاقي احسن المدربين واحسن الفنيات والتكنولوجيا كمان اللي بتستخدم دلوقتي في مجالات مختلفه جدا. اكيد، ومتابعه كمان النماذج الناجحه في الخارج، اعتقد دي برده من اهم النقاط اللي مش بتضر خالص الواحد يكون بيبص فيها، ولو في حاجه يقدر ينفذها على ارض الواقع دي حاجه جيده. اكيد. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ انسي ساويرس رئيس مجلس اداره نادي زرقاء الرياضي. بشكرك. شكرا. وجوده في اي منصب بيعطي ثقه كده للناس اللي حواليه ان هو هيكون بيجتهد للنجاح. هو عاشق للنجاح في اي منصب بيتولاه او بيترأسه، وفي التوقيت الحالي هيكون الرئيس التنفيذي لنادي زد الرياضي الكابتن سيف زيد. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. طبعا بشكر كل السادة الحضور، بشكر طبعا شركة أورا ممثلة في المهندس نجيب وهيثم عبد العظيم، بشكر مجلس إدارة زد بالكامل أحمد دياب وأنسي وعمر طاهر وحسن عبده. هنا مكتوب حاجات كتيرة قوي بقى في الورق ده، بس أنا يعني دايما مش متخصص قوي في قراية ورق. هشرح لكم كده القصة ابتدت إزاي بطريقتي كده وبأسلوبي بالسهل يعني. القصة ابتدت بحلم وطموح كبير بقالنا فترة. الإعلام دايما يعني كان لينا دور كبير جدا الفترات اللي فاتت في العمل العام، سواء في اتحاد الكورة أو في نادي الصيد. وبعدين جيت توقفت، وكان المفروض إن أنا أرجع لمكاني اللي أنا اتربيت فيه نادي الصيد. وجي المهندس نجيب وقال لي يعني خليك معانا. بصراحة ده كان أفضل عرض ليا، وده كان أفضل حاجة فكرت فيها، لأن أورا هي حلم كبير جدا ابتدى بجملة اسمها زد، حرف الناس افتكرت ما بقتش عارفة هل زد ده مجموعة من المباني، مجموعة من العمارات، محدش عارف. ابتدى الحلم مع المهندس نجيب بعد كأس الأمم الأفريقية، وقال إن هو عايز يعمل بنية تحتية، عايز يعمل ناشئين وعايز يستثمر في الحتة دي. وابتدى أنسي المشوار وقال إن هو عايز يعمل عقليات وعايز يستثمر في الموارد البشرية وعايز يبقى عنده عقليات مختلفة. هيثم هو كان صاحب ضربة البداية، وهو كان صاحب النجاح الكبير في موضوع القاعدة والناشئين، لأن هو كان ليه دراية بيها من فترة، وابتدى بعد كده معاه أحمد دياب، وعملوا الحقيقة نجاحات كبيرة، سافروا وراحوا ولفوا وراحوا بروسيا دورتموند، وفكروا إن هما هيعملوا إيه في اللي جاي. عملوا مشوار كبير جدا، وبعد كده قعدنا مع بعض. قالوا إحنا عايزين نعمل استثمار، نلم الاستثمار ده بعد 10 سنين أو 15 سنة. هو ده اللي كان ناقصنا فعلا في مصر، مش ان نلاقي رجل اعمال معاه فلوس، كتير معاهم فلوس، مش نلاقي حد عايز يستثمر في الرياضه، كتير حد عايز يستثمر في الرياضه، بس عشان تلاقي رجل اعمال تقول له ان الرياضه دي هتطلع بعد 10 سنين و15 سنين 15 سنه كوادر، اصبر واستحمل. هو ده كان من الصعب، من الصعب يعني، كان لازم يبقى حد يعني من آلة ساويرس هو اللي يعمل كده، لان دي ريسك ومخاطره صعبه. ابتدينا المشوار وجبنا مجموعة كان ليهم السبب الكبير في نجاح حاجة اسمها زد، هما اللي كان ليهم ضربة البداية، وهما اللي سألوني هو احنا هنعمل ايه؟ فشرحنا الفكرة، آمنوا بالفكرة بشكل كبير جدا، ومشي يقولوا للناس إن زد اسم كبير، وحطوا كل أحلامهم وطموحاتهم، وحطوا طموح السنين في المشروع ده. تعالوا نشوف كده مع بعض مين دول. زد من اول الانبياء في مصر اللي اهتم بالعامل النفسي للطفل وللناشئ، وفي اختبارات بنقدر نعرف منها ايه اللي ممكن الولد ان هو يكون محتاجه علشان منتل يقدر ان هو يكون اقوى. احنا الهدف بتاعنا هو ان احنا ننمي موهبه الناشئين الصغيرين والاكاديميز والاعمار الصغيره، ان احنا بنوفر لهم احسن الملاعب، احسن الفرص التاهيليه لكل حاجه، غرف لبس على احسن مستوى واعلى مستوى. احنا في نادي زد يمكن اول حاجه اشتغلنا عليها، اول حاجه فكرنا فيها ان احنا كان اهتمامنا بتاع الناشئين